أستاذ اللغة الإنجليزية ومترجم، كاتب نصوص مسرحية بين الفينة والأخرى، متوج مؤخرا بجائزة رئيس الجمهورية المبدعين الشباب علي معاشي 2023. هو ليس الوجود الأول أو الحضور الأول، لكن هذه المرة كان حضورا بحكم الفوز بالجائزة، فكنت حاضرا بصفتي كاتبا أو مؤلفا. في الدورة السابقة كنت قارئا فقط، أحضر لأقتني أو أشتري أو أختار بعض العناوين لتساعدني في أبحاثي ودراستي. اليوم أنا متواجد أو موجود بصفتي فائزا في الجائزة ومؤلفا لنص مسرحي، ألتقي بالقراء خاصة طلبة ترجمة ولغات الذين أعجبهم أو أعجبتهم بعض مقتطفات النص التي نشرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. الكتاب موت المترجم، وهو نص مسرحي مكتوب، كتبته لرد الاعتبار للمترجم والترجمة. نحن نعلم أن المؤلف دائما أو الكاتب دائما ما يأخذ الحصة الأكبر من الاعتراف والتقدير، حتى اسمه في الكتاب يكون بخط كبير، واسم المترجم عادة يكون بخط صغير أو يكون في الغلاف الداخلي الصفحة الداخلية. لكن من خلال نصي حاولت أن أرد الاعتبار للترجمة والمترجم بصفتهما القناة التي تنقل الأدب العالمية بين اللغات، فلا يمكن مثلا لولا الترجمة أن نقرأ مثلا عن سندريلا لو لم تترجم إلى العربية، لم يكن الإنجليزي أو الأمريكي ليتعرف عن معاني القرآن الكريم لو لم يترجم من العربية إلى الإنجليزية. صحيح، اعتراف للترجمة والمترجم وتعريف القراء بقيمتهما، فلولهما لما عرفت الأدب العالمية العبور بين بين اللغات والثقافة. بين الترجمة والتأليف علاقة وطيدة، هكذا. الترجمة هي همزة الوصل بين المؤلف ولغات العالم الأخرى. برعاية إيمو براو، جان براو.